أيام زمان كانت كلمة راجل دي كلمة كبيرة جدا وكلمة ليها هيبة كده، دلوقتي شباب كتير يمكن مش عارفين أصلا معناها. نفسك تبقى مميز وتكون إنسان غريب، جدد في أي حاجة إلا الحرام والعيب. لو كان ربك أبوك يبقى أكيد عارفهم، حاجتين يا صاحبي أبدا اوعى تكون عايزهم. أول موضوع حرام عشان رب العباد، إنك تكون منسون لبسك زي الخواجات. الحاجة التانية يا ابني انك تكون خمرجي، عشان هتلاقي نفسك زيك زي العبيط. لبسك ملكك لوحدك، بس الشرط الوحيد انك تكون رجولة مش بتقلد وتزيط. سيبك من الحلقان وشغل المجانين، في كلام كتير مسحته في اخر جملتين. من نتفليكس ومن الحاجات الاكس، عمرك يا صاحبي ضاع وبتضرب استروكس. تشرب حشيش وبيرة وبترفع حاجات كتير، مخك خلاص مفوت عايش عيشة الحمير. عمرك ده ملكك انت مش ملك ملايين، ضحكوا عليك يا صاحبي حبة مش عاوزين. وانتي كمان يا بنتي عايزة اقولك نصيحة، كلمة في قعدة هزار ممكن تجيب فضيحة. شرفك اهم حاجة مهما تمر السنين، اهلك مربيينك انك كنز وسمين. جسمك ملكية خاصة مش ملك حد تاني، ما تصدقيش كلام وتبني عليه اماني. جوزك قبل فرحك وحتى ما يلمسوش، ولما تكوني برا ضحكك ما نسمعوش. فرطنا ليه وسيبنا كل حاجة، دينك تمشي عليه مش بس حاجة وحاجة. الدين ما نعرفوش من 3-4 سنين، عاشوا عليه أجدادنا على مر السنين. كلمة قالها لي أبويا قبل ما يموت بساعة، فنك ده مسؤولية بلاش يكون خلاعة.